ادي انجيسا 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 غير هنا لعيبه ودي هناك يا سلام هي دي تحت بقى تحت تحت بدري بدري قبل اللوب خطيره سجل بقى سجل اخيرا فك الطلاسم يا راجل دي لورينسو مفتاح اللعبه اهو دي لورينسو فرقه ما بتقسي بقول لك دي لورينسو هو الكي بلاير مفتاح اللعب لنابولي كده المباراه في الهاف تايم الثاني ماريو روي الحلوه بعيده ثانيه الله متابعه جول تاني اوسيمين نابولي يسجل الهدف الثاني الهدف الثاني فريق خطير مرعب جدا فريق البطوله شكله كده والله هل الحكم مبكر ام لسه شوف الكوره لكن شوف نابولي عنده كل الحلول عنده كل الطرق